كويسة، وهي القصة بتاعت آليات الإعلام. وإحنا قلنا إن إحنا مهتمين، وبعتنا مكاتبة رسمية لغرفة الإعلام هنا، غرفة الإعلام الغرفة الشقيقة يعني في الاتحاد، وقلنا إنه يجب إن جهات الإعلام ما تقبلش أي إعلان لأي شركة إلا إذا تحقق شرطين. إذا كانت هي تطوير وتنمية متكاملة لازم يكون في قرار وزاري، إن قرار وزاري أو قرار التقسيم يعني ثبوت الملكية، ويعني أن هناك مشروع تم دراسته فنيا وتم اعتماده، وبالتالي أحقية المطور في البيع. وإذا كانت المبنى مبنى انديفيدوال مستقل كده، مبنى إداري، مبنى تجاري، مبنى سكني، يبقى الحد الأدنى للإعلان هو الرخصة، لأن الرخصة هي الوسيلة الأخرى اللي برضه بتحقق ثبات الملكية ووجود جهة إدارة راجعة الملف. لكن عشان نكون أمنا، هذا الأمر ليس أندر أور كنترول، لأن جهة الإعلان لها مصلحة من غير ما يصدر قانون تشريعي يمنع جهة زي جورنان ولا مجلة ولا تلفزيون من إنه يقبل هذا الإعلان إلا بهذين الشرطين، لن يكون هناك آلية فلتر أولي يمنع هذا الموضوع. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا قلت لك إن النسبة ضعيفة جدا وليست يعني ظاهرة، الحمد لله إحنا ليس لا نرفع إلى حيث ظاهرة، إحنا سوق متزن ومر بمرحلة صعبة، ورغم ذلك الحمد لله نسبة الالتزام فيه في تقديري الشخصي متجاوزة 99%. ما يخص المقرات، إحنا بدأنا بالجهات الأكثر كثافة اللي هي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والهيئة كتجربة أولى. إن شاء الله ربنا وفقنا مع نجاح التجربة وتحقيق خدمات أفضل للزملاء الموجودين في الغرفة، من الوارد إن إحنا نتوسع بناء على طلبهم.